I just want to call the group that brought us together tonight. I just want them to come up front so we can pray for them while my sister will sing that song, Hallelujah. Hallelujah. Group Bita Umahad Bita Bible Study. We just want to pray for you. Hallelujah. Before you leave, we want to pray for you, Hallelujah. We're not going to touch you, but we just want to pray for you, Hallelujah. Our song is How Wonderful Is Your Name, O Lord. Madam, maybe you can join me. Take the mic. It's going to be wonderful when we all sing together. How beautiful. How wonderful is your name, O Lord. How wonderful is your name. Oh, you are the pillar.
قال يا سيد عشان يعرف هذا القوم انك انت القادر تقدر ترسل النار لهذا الذبيحة بس اقل من دقيقتين هو صلى لكن ربنا عمل this authority اللي عندنا نحن هللويا يبقى ارفع يدك هنا انا بصلي كلنا هنصلي مع بعض ما انا بس لكن كلنا ماشيين نتفق على انه عايزين نسهر الليله عند ربنا انه يستخدم امهاتنا لمشي بتاعه أنا سمعت في الكابين والنساوين تا تنسي هاللويا so the Nashville Center تا تنسي yes. المؤتمر الجاي يكون فوق نوكسويل يكون فوق ممفيس يكون فوق تشاتانوغا في نساوين تا ممفيس مفيشين نام نساوين تا تشاتانوغا مفيشين بتا نوكسويل مفيشين هنا and then يكون حاجة عظيم إنه ربنا ماشي يصنع لكن هو قال الذي بدأ فيكم عملا صالح فهو مكمل خلنا نصلي مع بعض. ملك الملوك رب الأرباب عايز يقول لك شكرا عشان كويس بتاعك يا سيد. بابا أنا ما هنا صدفة لكن دعوة خاصة من شخصك أبانا. إلهنا شكرا الجروب ده يا سيد ابتدى يا رب معاك في البداية وأنت بديت معاهم يا رب أنت ماشي تكمل يا رب زي ما أنت بديت معاهم في اسم يسوع المسيح. أبانا ماشي نصلي يا رب بمشتك بالسلطان بتاعك يا رب انت بتلمس كله يا رب ليدر يا رب اللي بدو هذا البرنامج يا سيد لانه انت قلت يا رب ليس لنا لكن ماشي لاسمك يا رب يا رب الجروب ده يا سيد عايزين انه يمجد اسمك خلال مساوين في ناشفيل يا سيد عشان كده ماشي نصلي الليلة يا سيد بنعمتك يا رب ونحن ماشيين نتفق بعض يا رب انه الليلة ما هيرجعوا زي ما هم جم يا سيد ما هيكون زي ما الاسبوع الفات يا رب ما هيكون زي ما هم بنوا يا رب المجموعة دي يا سيد لكن هيكون يا رب نار من جديد يا سيد لقدام ابانا هيكون سيوف يا رب مسنونة نحو الظلمة يا سيد بابا عشان كده ماشي نصلي الليلة يا سيد بابا لانه بابا انا داير في يا رب المساوين كان عامة في ناشفيل يا سيد في تينيسي بابا ان يكون في مور سارة في الوسط يا سيد ان يكون في مور دابورة يا رب فيهم يا سيد يا رب ان يكون في مور استا يا رب في وسط بابا ان يكون في مور مريم في وسط بابا ان يكون في مور الاسباب في وسط سيد بابا ان يكون في مور مريم المجدلية سيد في وسط بابا الهنا الشكر بكل ابطال الايمان بابا ان يكون في مور رواس يا رب في وسط يا سيد عشان كده سيد يا رب بابا يا رب انت قلت يا رب
إنه أنت سيد حتي يا رب، إنه الشيطان هيسحق يا رب عقب المرأة أو عقب الرجل أو الإنسان، ولكن من مثل هذا المرأة هيخرج من يسحق رأس الحي. عشان كده أقول لك شكرا أبانا السماوي عشان كويس بتاعك بابا يا رب، عشان كويس بتاعك إنه موحد بتاعنا بابا، أنت يا رب هتبارككم بركة خاصة سيد. أبانا شكرا الرجال المجو كنيسة ده يجي في اسم يسوع المسيح. بابا يا رب يسوع لما قابل امرأة سامرية سأل أين زوجك؟ ده هو السؤال، هو سأل رجل بتاعك وين؟ لأنه عايز يا رب إنه راجل بتاعه يجي كمان يتبارك. عشان كده سيد شكرا أبانا يا رب، المؤتمر اللي جاي يا رب النساوي ده هيجي برجال بتاعه، والمان رجال راجل بتاعه يسوع هيجي ماسك يده لأنه هو راجل بتاعه. عشان كده بعصم اسمك يا سيد بمجدك يا رب، ما يكون نسوان براء لكن يكون نسوان كل واحد جاي براجل بتاعه. أبانا شكرا لما أنت يا رب دعوت كل الحيوانات، أنت قلت لنوه أدع كل حيوان ذكر وأنثى. هاللويا، ليس يفضل للرجل وحده، لكن انا اسسنا له نظيرا معين. بابا اقول لك شكرا، لان بابا نحن مبسوطين في ناشفيل، بيكون في نار يا سيد في الوسط ببيوتها هيتحرر بابا في اسم يسوع المسيح. كل كلاب هيمشي كل نسوان ليل في اسم يسوع المسيح. يا رب كل بار بنسمع ما مشي اليوم يا رب، لكن بسمع، لكن يا رب الركوع بتاعنا ده هيقفل كل كلاب بابا في اسم يسوع المسيح. بابا الكلاب ده بابا خليه يكون محل بيه بواصير يا سيد في اسم يسوع المسيح. بابا لأن يا رب انت الاله حمشيت بديت يا رب، وانت ماشي تكمل بنعمتك يا سيد. بابا عشان كده لله سيد انا عايز اصلي عن النولج بتاع اندرستاندينج لنساوي للبابا عشان يفهم البايبل، لان الله لو ما فهمنا كلمتك يا رب ما بنقدر نعرف انت منه. ماشي نصلي يا رب عشان تفتح عقول نساوين يا رب عشان يعرفوك من انت يا سيد. بابا لان تلاميذ 12 سنه مع يسوع المسيح بيسالوا يا رب ارينا مجدك، لأن لسه ما فاهمين يسوع المسيح من بابا. أنا ماشي نصلي يا رب بابا عشان نساوين اللي يخدموك يا رب مش بروح بتاع الأنوثة لكن بروح القدوس يا سيد. ما ماشي يعبدوك بالإيموشن يا سيد لكن ماشي يعبدوك بقوة يا سيد. بابا أبانا شكرا يا إسلام شزرع فيهم روح كمان بتاع المريم اللي ماشي تلي يا سيد. لما قام في الصباح ما كان خايف في حيوانات جاية في ذئاب، لكن قال أنا ماشي عشان أشوف حتى ولو جسد سيدي بس وين. عشان كده نصلي يا سيد، لأن هو يا رب بابا هي كان جاهز يا رب، أنت مود اللي يحصل أي شيء ولا أي شيء يحصل له بالليل ده، لكن عايز أشوف جسد يسوع المسيح. عشان كده الشكر إن أنا ما ماشيين أشوف جسدك يا رب، ماشيين نشوف روحك يا سيد، لأن أنت ليس بين الأموات يا بابا، لكن أنت قمت يا سيد. عشان كده الروح اللي قوم سيدنا من القبر، خليه يقوم نساوين بتاع ناشفيل من جديد يا سيد، في اسم يسوع المسيح، لأن كتاب الروح اللي بيقول الروح الذي أقام المسيح هيقومكم أيضا. ماشي صلي كمان يا سيد، انه انت يا رب قلت في عبرانيين على انه في ايام الاخير انا ما عايزني اسوي لي شيء بايبل، لكن هاكتب كلماتي في قلوبهم، هاكتب نواميسي في قلوبهم، لان ربنا لما يكتب في قلبك انت ما بتنسى، لكن بايبل ممكن اخدته في بيت ممكن ما نذكر، لكن يا رب انت ماشي تكتب كلماتك الليل يا رب في قلوبهم ابانا في اسم يسوع المسيح. ابانا شكرا لناس كل نساوين القادة ديل يا رب، ان يكون مناره لباقي النساوين بابا، وان الشمع يولى في بيوت كل السيد بابا. يا رب انا عارف مشاكل بتاع امريكا بيقولوا انه طلاقات في وسط النساوين السودانيين بابا، لكن انا عارف يا رب انه قال يا رب بولس قال حيث هناك كسر الخطيه يكسر النعمه. ابانا انت المشاكل دي بدت عشان نساوين تصعب بابا، عشان يصلوا من اجل مش تنسي بس، لكن 50 سنت زي ما صلينا قبل، استراليا فوق نفس المشكله، كندا فوق نفس المشكله، اوروبا نفس المشكله، حتى السودان يبتدي فيه نفس المشاكل، لكن خليه بابا يكون النهضه يبتدي من هنا وانت ماشي تكمل في نعمتك. بابا ماما ماشي اقول كثير يا رب، كان اقول لك شكرا من اجل كل ما جينا هنا الليله، شكرا من اجل كل وما حاد القاده اللي سجدوا قدامك يا سيد، انت ماشي تقودهم بامور من السحاب نهارا وموت من النار ليلا، كما قلت شعب اسرائيل بابا ووصلت من ارض الميعاد، لانك يا رب انك توعد وتفي حسب مقولك في اسم يسوع المسيح نصلي.